مشاهدي عقارات يونس خليفة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومنتوج جديد، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينال إعجابكم والرضا ديالكم. وفقنا الله سبحانه وتعالى أعزائنا المشاهدين، جبنا لكم هذا المنتوج هذا الرائع والمتميز، وهذا نزول عند رغبة الكثير من الإخوة والأخوات اللي كيطلبوا منا أننا نجيب لهم بحال هذه المنتوجات هذا، وكيطلبوا منا كذلك أننا نوعوا لهم أماكن اللي تواجدوا فيها الشقق باش إن شاء الله تلقاو المبتغى ديالكم بطبيعة الحال. وفقنا الله سبحانه وتعالى اليوم جبنا لكم هذه الشقة هذه المتميزة والرائعة اللي كتواجد في مدينة عين عتيق. هذا منتوج غاية في الروعة والجمال، لا من حيث المساحة، المساحة اللي ما شاء الله كبيرة، وكذلك الموقع الاستراتيجي القرب ديالو لجميع المرافق اللي يمكن الإنسان يحتاجها في الحياة اليومية، وكذلك إن شاء الله الثمن اللي غيكون ثمن مناسب بحكم كيف ما قلنا أن الموقع رائع والمساحة متميزة، الثمن إن شاء الله حتى هو إن شاء الله غادي يكون في المتناول بطبيعة الحال. غادي إن شاء الله نشارك معكم هذا المنتوج هذا، جميع التفاصيل اللي يمكن لكم أنكم تسألوا عليها أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، غادي تلقاوها في هذا الفيديو هذا، إلا غفلنا على شي حاجة ولا نسيناها، بطبيعة الحال يمكن لكم أنكم تتصلوا بنا، وحنا رهن الإشارة بطبيعة الحال راه كنكونوا سعداء أنكم اللي كتواصلوا معنا، والحمد لله الناس راهم تواصلوا معنا وعرفوا التعامل ديالنا. هذا هو المدخل الرئيسي أعزائنا المشاهدين والمشاهدات ديال هذه الشقة هذه الفاخرة صراحة، شقة رائعة، موقع استراتيجي، وحتى العدد ديال السكان في هذه العمارة ككل عدد اللي قليل. عندنا شقة كتواجد في مدينة عين عتيق في عمارة فيها ثلاثة ديال الطوابق، طابق أرضي زائد ثلاثة ديال الطوابق، المساحة ديالها 113 متر، 113 متر مساحة اللي ما شاء الله كبيرة، وعندنا بطبيعة الحال ثلاثة ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ مع الطراس وثلاثه ديال الغرف ديال النوم راه كلهم بلي بالكو ديالهم. هذا هو الصالون كيف ما كتشاهدوا معنا اعزائي المشاهدين، كيف ما كتشوفوا معنا كذلك لي بلافون ما شاء الله داكشي زوين، داكشي مخدوم بالقبص ممتاز. عندنا الحيوطه الصباغه ديال الخيال اللي عطات واحد الجماليه، عندنا الشرجم جا في الوسط وعنده واحد المساحه اللي ما شاء الله كبيره، الشرجم ديال الوسط صراحه تيكونوا زوينين. جات في الطابق الاول في عماره كيف ما قلنا فيها 6 ديال السكان فقط، في كل ايطاج في هذه العماره هذه اعزائنا المشاهدين، كل ايطاج فيه جوج ديال الشقق فقط، يعني 6 ديال السكان اللي عندنا، وعندنا الكراج ديال السياره ملكيه مشتركه، الكراج ما شاء الله اللي كبير يهز اكثر من ديال اكثر من 6 سيارات بطبيعه الحال. بالنسبة للفرد ديال السانديك راها 600 درهم العام، بحال تقريبا واحد 50 درهم في الشهر، فيها النظافة ديال الدروج وفيها الضوء ديال الدروج، وبطبيعة الحال هذه العمارة هذه راها مزودة بالكاميرا ديال المراقبة. هذا هو الصالون، المساحة ديالو ما شاء الله اللي كبيرة، وعندنا السيجور هذه يمكن لكم أنكم تستعملوه السيجور، ولا لكم أنتم الخيار بغيتوا تخليوها هكا مفتوحة بحال اللي داير هذا السيد هذا، كيف ما قلت لكم راه لكم أنتم الخيار. نشوفوا المطبخ ونبقاو جايين من اليمين ونعطيكم تفاصيل إن شاء الله على هذه الشقة هذه الجميلة صراحة، فينيسيو معتبر، مساحة اللي رائعة، الدار اللي كتكون فرشة راه كتبان أفضل بطبيعة الحال. هذا هو المطبخ كيف ما كتشوفوا معنا، جبل الكيفية ديجا مربع ما شاء الله ممتاز، مطبخ رائع كبير ما شاء الله. عندنا البوطاجي كيف ما كتشوفوا بالرخام عطى واحد الجماليه، عندنا لي بلاكار الفوق والتحت. هذا هو المطبخ ديالنا مربع ما شاء الله زويون، وغادي ندخلوا في التراس كيف ما كتشوفوا راه غتلقاوه مغطي من الفوق بالدالاكيت، ممكن انك تستعملوه صالامونجي، كنعتذر الا كانت الاضاءه شويه قليله نظرا لاننا كنصوروا في العشيه. هذا هو الطراس كيف ما كتشوفوا، كاين هنايا واحد المساحه خلاوها باش كتعطي الاضاءه. هذا الطراس هذا راه ملاصق كيف ما كتشوفوا معنا مع المطبخ، ممكن يجي صالامونجي يجي ممتاز، المطبخ اللي كبير المساحه ديالو كيف ما كتشاهدوا معنا اعزائنا المشاهدين. شقه كتواجد في مدينه عين عتيق قرب شارع الحسن الثاني، ميم با واحد دقيقة ولا جوج دقائق على رجليك لشارع الحسن الثاني، قريبة بزاف، كتواجد طلعت مندولة، قريب من المرافق كاملة، قريب من المواصلات بطبيعة الحال، وقريب من أي حاجة احتاجناها بطبيعة الحال، وسوق السلام ديكاطلون كيابي، وحتى مدينة تمارا، واحد خمسة ديال الدقائق بالسيارة نتوما راكم في مدينة تمارا. هذا الواطا عزكم الله بوحدها، وعندنا الحمام بوحدها. كيف ما كتشوف معنا الزليج راه طالع حتى للبلافون. الزليج اللي في ارضيه حتى هو من نوعيه جيده، شقه نقيه صراحه، العود اللي كيف ما كتشوفوا مخدوم البيبان مزيان، وهذا الحمام. كنحاول انني نصور لكم جميع التفاصيل كانكم درتو معاينة وجيتو شفتو الشقه بعينكم اعزائنا المشاهدين. وبطبيعه الحال راه التصوير
كيبقى تقريبا واحد 80 ولا 90% الانسان من الافضل انه يجي يشاهد الشقه وديك الساعه مرحبا به بطبيعه الحال عجبته الشقه نكونوا سعداء وحتى ما عجبتوش نتعرفوا عليه مرحبا به وانت مرحبا تعرفنا الحمد لله بزاف بزاف ديال الناس اللي تعرفنا عليهم وتعرفوا علينا درنا علاقه طيبه الحمد لله مع الناس وهذا كيشرفنا اعزائي المشاهدين هذا هو الخارج ديال هاد الشقه هذه بالكو بطبيعه الحال عندنا غرفه ديال النوم هذه الغرفه النوم الرئيسيه وانتم ديك الساعه لكم الخيار راه جميع الغرف فيهم لي بالكو ديالهم هذه غرفه النوم الاولى نمشيو ان شاء الله نشاهدوا الغرف الاخرى المساحه ديالها كيف ما قلنا 113 متر كتكون من ثلاثه ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ وطيراس بالنسبه للغرف راه كلهم بلي بالكو ديالهم بالنسبه للثمن راه 80 مليون قابله للتفاوض الثمن ديال هذه الشقه اعزائنا المشاهدين 80 مليون قابله للتفاوض ان شاء الله هذه غرفه نوم ثانيه حتى هي بالبالكو ديالها بطبيعه الحال بالنسبه للثمن راه حوالي 7000 درهم تقريبا المتر وهذه البلاصه هذه راه 8000 حتى 8500 درهم المتر كاري باش دايره الشقه هنا وكاين اللي كاع ما كتلقاش فيها الكراج ديال السياره بالنسبه للواجهه راه عندها جوج ديال الواجهات عندها الواجهه ديال الدار البيضاء يعني الشميشه وعندنا الواجهه الغربيه حتى هي الشميشه والتهويه هذه غرفه نوم واحده اخرى كيف ما كتشاهدوا معنا هذه جات بالبلاكار كيف ما كتشوفوا معنا خوتنا وحبابنا وعندها الشرجم وعندها بالكو حتى هي شقة نقية شقة فينيسيو فيها معتبر يبغى الانسان هذا شي اضافة بطبيعة الحال لك الخيار ولكن الغالب ان الشقة ما فيها حتى عيب الحمد لله الشقة زوينة والموقع ديالها راه استراتيجي الموقع ديالها راه قريب من المرافق كاملة اللي يمكن الانسان يحتاجها في الحياة اليومية ديالو حي نقيقي حي زوين وحتى الشقة ممتازة وحتى العدد ديال السكان اللي قليل بطبيعة الحال عندنا الكراج ديال السيارة اللي ولا مهم وكذلك الثمن راه قابل للتفاوض الثمن ديال هاد الشقه هذه كيف ما قلنا راه 8 مليون بالنسبه للسطح راه ملكيه مشتركه عندنا الروبيني ديالنا كنتحكموا فيه من الشقه ديالنا بطبيعه الحال فينيسيو هو هذا كيف ما كتشوفوا يعني معتبر داكشي غزال غير الفراش اللي ما كاينش الابارتمون اللي كتكون مفرشه راه كتبان افضل اعزائنا اخوتنا وحبابنا بالنسبه للمطبخ كيف ما كتشوفوا راه ممتاز ورائع صراحه وعندنا هذا الامتياز هذا ديال هاد التراس هذا كلك انك ديروا سالامونجي وراه مصوغي بالضلاكيتش يعني منضاليش هذا هو المطبخ كيف ما كتشوفوا كنحاولوا اننا نبينوا لكم جميع التفاصيل لهذا ما كرهناكمش انكم تشتركوا في القناه طلب منا صغير انكم تشتركوا في القناه يعني بطبيعه الحال الا جات على خاطركم ما جاتش على خاطركم وبغيتوا تتفرجوا ما كاينش مشكل المهم هو انكم تستافدوا بطبيعه الحال تفرجوا مع راسكم شاهدوا نتمنى انه ينال اعجابكم هذا المنتوج هذا والمنتوجات كلها اللي كنوضعوها في القناه ديالنا قناتكم قناه الوسيط العقاري القناه اللي كتعلم مجال العقار في المدن المغربيه بطبيعه الحال اللي عنده شي عقار وبغى يبيعو نحن راه الاشاره مرحبا به الف مرحبا يتصل بنا نكون سعداء اننا نتواصلوا معه ونكون سعداء اننا نبيع عليه المنتوج ديالو بالنسبه لهاد الشقه هذه بطبيعه الحال راه الموقع ديالها زوين بالنسبه للثمن حتى هو راه ثمن زوين وكذلك راه قابل للتفاوض بالنسبه اللي بغى يشوفها يجي يتصل بنا ونجيبوه بطبيعه الحال نكونوا سعداء اننا نجيبوه كيف ما قلت لكم راه ماشي الا جيتي راه مفروض اننا نشريو لا بطبيعه الحال جي وشوف مرحبا بك وحنا خوتي الا شرينا لا ما شريناش ما كاينش مشكل صفه نهائيه بالعكس والله العظيم كنكونوا فرحانين اننا كنتعرفوا على الناس هذا هو المنتوج ديال اليوم اعزائنا المشاهدين نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه نال اعجابكم راه كنتسارى في الشقه باش كتشوفوا زعما اي حاجه غفلنا عليها ولا شي حاجه راه يمكن لكم انكم تشوفوها هذا هو المنتوج ديال اليوم اللي نتمنى انه ينال اعجابكم والرضا ديالكم حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته